بعض. قبل كل ده بقى لازم المنشد يتخلق باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة انت والسلام بتمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتمدح خير البريه، آه. لازم يعني تكون او تتخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. دي صفات المنشد باختصار شديد يعني. ان ترضيت فارضى، ارضى بسلوكه وبسنته صحيح. نعم. صبحتك بنور النبي سيدنا النبي، جميلة صح؟ شوف جدا. تخيل انت بس والله العظيم في هذه الذكرى الجميلة وما فيش بعدها كرم طبعا طبعا عند الله سبحانه وتعالى. لما تقول صبحتك بنور يعني تصحى الصبح كده وتصبح على الناس، ايه الجمال ده والعظمة دي والحلاوة دي؟ طبعا سبحان الله. تخيل بقى لو قلناها للناس، يعني ما فيش أجمل من كده. طيب نقول مفيش أجمل ولا أروع من كده. يلا بينا. صلينا على النبي الهادي الأمين، سيدنا النبي جد الحسن جد الحسين، صلينا على النبي الهادي الأمين، سيدنا النبي جد الحسن جد الحسين، من نور جمال النبي شق القمر نصين، ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين، ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، ما زادش في هواك مطلبي، وعند الحبيب صليت. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، ما زادش في هواك مطلبي، وعند الحبيب صليت. والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان، والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان. يا سر الوجود يا طه، أنا جاي وحياتي متى؟ يا سر الوجود يا، أنا جاي وحياتي متى؟ أتعلق بنور النبي، وتعطر بآل البيت. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، ما زادش في هواك مطلبي، وعند الحبيب صليت. صلوا عليه. عليه الصلاة والسلام حبيبي. الله يخليك يا رب. دي مني ودي بقى من زمايلنا في الكنترول. الله يخلي حضرتك يا رب. والله شرف ليا، والله شرف كبير جدا، وانا مبسوط والله على المستوى الشخصي. الله يخلي حضرتك. وان شاء الله تعالى باذن الله النجاح هيكون يا رب عنوانك وثق في الله. اولا يعني مصر الزراعيه وطريقي دايما بيبقى وشه حلو على كل الناس، وانت اصلا ربنا كرمك بسماحه في وشك واحساس في صوتك وجمال في ادبياتك وسلوكك، وتحيه لاهلك ولوالديك. والله الله يخلي حضرتك يا استاذنا. عايز تبقى ايه بقى امنيتك كده في نص دقيقة؟ عايز ايه بقى؟ حلمي كمنشد او حلم اي مطرب حتى او اي منشد حتى، ان هو صوته يوصل للناس كلها. يبقى لي مثلا البومز بصوته، يبقى ليه مقاطع خاصة بيه، يبقى ليه حاجات يقدم من خلالها رسالة توصل للناس. ده باختصار شديد يعني. ان شاء الله تعالى كل اللي انت طلبته وزيادة من رب العالمين، لان اكرم الاكرمين هيتحقق ان شاء الله تعالى. شرفت بيك يا جميل. شرف كبير جدا جدا لان كنت مع حضرتك، ونتمنى نكون اسعدنا مشاهدينا ان شاء الله تعالى باذن الله. شكرا لحضرتك. مشاهدينا خلصت حلقة النهاردة اللي كان عنوانها الجمال، وكنا في حضرة صاحب المقام الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. كل عام ونحن اليه اقرب لاننا اليه احوج. سألوا احد الصالحين، قالوا له ما حالك انت ودينك؟ قال أنا وديني كالثوب تمزقه الذنوب، ولكن ترقعه الاستغفار وذكر الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سؤال كل واحد فينا يتخيل أنه قابل الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في دقيقة واحدة بس، شوف هتقول إيه لنبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. الشكر موصول للكاتب الصحفي مدحت محي الدين رئيس تحرير برنامج. أشوفكم إن شاء الله تعالى الأسبوع اللي جاي في أدب وسياسة وفن ورياضة. في أمان الله.